شدد أستاذ القانون الدكتور عبد السلام بن جاسم على أهمية عدم إلغاء عقوبة الإعدام من قانون الجزاء في البلدان الشرقية منعا من إحياء قضايا الثأر، على الرغم من الضغوط الدولية لإلقاء هذه العقوبة أو الحد منها. كلام أستاذ القانون جاء خلال ندوة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والتي تتزامن مع الذكرى 71 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كثير من التقارير الدولية تقول حق دولة الكويت خففوا من عقوبة دولة الإعدام، وأنا للأمانة أؤيد التوجه أن لا يجوز أن نلقي عقوبة الإعدام نهائيا. ليش؟ لأن احنا مجتمع شرقي، والمجتمع الشرقي في فكرة استقرار المجتمع، لا يمكن أن يستقر المجتمع إلا بتطبيق تلك العقوبة حتى لا تنشأ فكرة الثأر وفكرة، وهي منصوص عليها في الشريعة الإسلامية. لكن إذا تم إلقائها بشكل نهائي ممكن تثير عندنا مشكلة الثأر، وبالتالي ما يستقر المجتمع. بن جاسم كذلك كشف عن عدم احتواء قانون الجزاء الكويتي عقوبة الإعدام للمرتد عن الدين الإسلامي، كما تساءل هل من حق قاضي الأحوال الشخصية إصدار عقوبة الإعدام للمرتد، منوها إلى الضغوطات الدولية خلال حادثة سابقة وقعت في الكويت. لا يوجد في قانون الجزاء الكويتي عقوبة الإعدام على المرتد، إنما عقوبة الإعدام تأتي من أين؟ من قانون الأحوال الشخصية. فهذا حقيقة يعني يصلح بحث. وعندنا في حادثة سابقة شخص كويتي ارتد عن الإسلام، فذهب إلى محكمة الأحوال الشخصية، وأتت المنظمات الدولية تبحث المسألة، فبعد جلسة وجلستين استتاب وعاد إلى الإسلام فألقيت القضية. لكن لو استمر في ارتداده كنا أكيد راح نواجه مشكلة دولية ونواجه مشكلة قانونية، وللأمانة تصلح بحث. هل يجوز لقاضي الأحوال الشخصية يصدر حكم الردة أو حكم بالإعدام؟ هل هذا يدخل ضمن اختصاصه؟ من جهة أخرى، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتماشى ويتسق بشكل كبير مع ما ورد من قيم إنسانية في الدستور الكويتي. القيم هي اللي وردت في الفصل الثالث والفصل الرابع من الدستور الكويتي، التي تتكلم عن حفظ الكرامة الإنسانية، عدم التمييز، حق الطفل، حق المرأة، المساواة، حق العمل، الحق في الحياة أيضا. لا شك أن هذه القيم يعني اليوم تشكل قاعدة أساسية في المنظومة القانونية في دولة الكويت، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي انضمت لها دولة الكويت. ويحتفل العالم بشهر ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر في العام 1948. حمد النبهان، الرأي. أقام ملتقى بوصليب الثقافي جلسة حوارية حملت عنوان الطائفية في المجتمع الكويتي، أدارها الدكتور فيصل بوصليب، للحديث عن أهمية محاربة الطائفية بشتى السبل الممكنة. وأكد بوصليب أن الخطر يكمن في استغلال الطائفية في الحديث والخطاب السياسي، داعيا الدولة والمجتمع إلى أهمية محاربة هذه الآفة. لا شك بأن من أهم التوصيات هو دور الدولة. الدولة هي مؤسسة رئيسية في إيجاد الحل لمثل هذه المشكلات، عن طريق المؤسسات الإعلامية، عن طريق المناهج التربوية، وأيضا دور مؤسسات المجتمع المدني، وأيضا محاولة تعديل النظام الانتخابي بشكل يمكن من خلاله أن يدمج أفراد المجتمع الكويتي داخل نظام سياسي، يكون نظام يمزج بين مكونات المجتمع الكويتي. يعني لا شك بأن نظام الصوت الواحد الآن مر عليه فترة كافية لتقييم هذا النظام الانتخابي، وبالتالي دراسة أهم السلبيات التي أفرزها مثل هذا النظام الانتخابي. إن كانت هناك دراسات علمية أكدت بأن هذا النظام الانتخابي قلل من الحالة الطائفية أو عالج الحالة الطائفية في المجتمع الكويتي، إذن نستمر في هذا النظام الانتخابي. إذا وجدنا من خلال دراسات موضوعية وعلمية
أن هذا النظام الانتخابي على العكس كرس الحالة الطائفية ورسخ الحالة الطائفية، إذن لابد من البحث عن نظام انتخابي بديل يعالج مثل هذه المشكلة. وأنا أعتقد بأن حل الحالة الطائفية وعلاج الحالة الطائفية ليس في القوانين الرادعة، يعني قانون الوحدة الوطنية أو قوانين تحارب قوانين مهمة نعم، لكن يجب أن يكون الحل من الجذور، ليس فقط في القوانين الرادعة. الحل يكون في التنشئة الاجتماعية، الحل يكون في تشجيع الأفراد وتشجيع المجموعات الشبابية مثل جلستنا الحوارية اليوم، أن يقولوا آراءهم بعيداً عن مصالح السياسيين وبعيداً عن التوظيف السياسي لمفهوم الطائفة، أو بعيداً عن التوظيف السياسي لمفهوم القبيلة، أو التوظيف السياسي لمفهوم الفئوية والعائلية.